صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الشح المطاع والهوى المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه؟ ما يحتاج توضيح. الشح المطاع أنه يتبع طمعه الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، فإذا عرض له طمع فإنه يقدمه على دينه، هذا الشح المطاع، رغبته في المال حتى يحبه أكثر من محبة دينه. والهوى المتبع كما تعلمون الهوى الذي يخالف الحق، فإذا تعارض الحق مع هواك فالواجب أن تتبع الحق تترك هواك، فإذا تبعت هواك وتركت الحق هذا هو الهوى المتبع الذي قال الله فيه: فرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. ونعم، شح مطاع وهو متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه. الواجب أن الإنسان يتهم رأيه ولا يزكي نفسه ولا يظن أنه هو المصيب وغيره مخطئون، إنما المصيب هو الذي يوافق الدليل سواء هو أو غيره، هذا هو المصيب. أما الذي يعجب برأيه ويأخذ ويصر عليه ولو خالف الدليل فهذا مذموم والعياذ بالله. نعم.